7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. شفاء بنسبة 99%. أستاذ جراحة يوضح أفضل علاج لدوال الساقين. أصبح علاج دوال الساقين بالليزر من العلاجات الحديثة والمتطورة في مجال جراحة الأوعية الدموية التي تتم باستخدام التخدير الموضعي فقط، ويقوم الطبيب المختص بإدخال قسطرة الأوردة المتضررة، وتعمل إشعة الليزر ذات التركيز العالي على كي الوريد وإغلاقه فيموت ويختفي بعد فترة. وقال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكري بجامعة القاهرة على صفحته بالفيسبوك أن الإصابة بدوال الساقين تحدث نتيجة عوامل مختلفة، على رأسها العوامل الوراثية والوقوف لفترات طويلة والتقدم في العمر، غير أن الحمل يتسبب في إصابة النساء أكثر من الرجال بدوال الساقين، وتتمدد الأوردة وتنتفخ ظهورها على الساقين بشكل متعرج باللونين الأزرق والأحمر، وهو ما يعمل على تشويه مظهر الساقين فضلا عن الألم الناتج عن هذه الحالة. وأوضح الدكتور وليد الدالي أن الليزر أحدث طفرة ونقلة نوعية في علاج دوال الساقين، ووفر للمريض فرص الشفاء من هذه الحالة بدون اللجوء للجراحة أو الاحتياج لعمل غرز جراحية، وبالتالي لا يحتاج لفترة نقاهة، ويمكنه العودة لممارسة أنشطته اليومية بكل أريحية. فهي عملية بسيطة وآمنة تعالج الأوردة المتضررة فقط دون التأثير على الأوردة السليمة، ما يضمن نسبة نجاح تتعدى 99%. ولا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد.